وحول أداء الاقتصاد المصري، قال الرئيس السيسي إن مصر واجهت ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني، وهو ما تم التصدي له من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد الرئيس السيسي أن إجراءات الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري. فلقد واجهت مصر ضغوطا شديدة على الاقتصاد الوطني، وهو ما تصدينا له باتباع إجراءات هيكلية وإصلاحية شاملة بدأت تؤتي ثمارها في زيادة معدلات النمو التي يحققها الاقتصاد المصري، وذلك بالتوازي مع جهود القوات المسلحة والشرطة في محاصرة الإرهاب وكسر شوكته. ويشهد العالم بأسره بما حققناه من إنجازات في مواجهة تلك التحديات، لتمضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات.